منتابع مشاهدينا فقرات صباح اليوم، نوصل لفقرة على المودة مع شانتال أزي. صباح الخير. صباح الخير، كيفك؟ زعلانة اليوم شانتال؟ لا أبدا. مبسوطة؟ مبسوطة. شانتال اليوم شو الموضوع؟ ما بتخبرينا أنت، بتجي سيربريز اليوم في فاشن بوليس. آه أكرم هيك ما قلتي لي. إيه أنا بعرف بتحبي فاشن بوليس. اليوم بدنا نحكي عن إطلالات مهرجان القاهرة الأسبوع الماضي ونشوفهم سوا ونعلق عليهم، لأنه هالمرة زينة التعليق مش بس على الإطلالات أو التنسيق الغلط اللي كان موجود، في حسيت بدي أعمل لك اجتماع للخياطين اللي عاملين هول القطع ونرجع نعيد قصص الخياطة من أساسها. في كتير كان أغلاط بالفينيساج واضحة كانت بالصور، رح نحكي عنهم اليوم سوا. يلا خلينا نبلش لكينا نشوف الصور ونحكي عنهم، عن كل صورة تبع. صح. هلا اكيد كان في اطلالات كثير مرتبه، بس رح نبدا اول شيء باطلاله اروى اللي كانت اطلاله اروى لاحمد الصعيدي. نعم. ايه شو عم نشوف هون؟ عم نشوف لبس الاسود. ايه مشاهدينا رح ناخد بريك قصير ومنتابع من بعده. منتابع مشاهدينا ومنعتذر عن الخطأ يلي صار ومنتابع مع شانتال أزي. صباح الخير شانتال. عن صباح الخير. كنا عم نحكي انه اليوم عنا فاشن بوليس. مزبوط. عن مهرجان القاهرة. مزبوط. صح. رح نبدأ سوا نحكي عن الإطلالات اللي كانت موجودة. كان في إطلالات فيها كتير أغلاط، وكان في إطلالات كانت كتير كلاسي وهيك مرتبة ومليمة للإيفنت. كنا بلشنا بإطلالة أروى باللون الأسود بأول صورة، اللي إذا بتتذكري زينة شفنا هذه الإطلالة أنا وياك، يعني كأنه مخيطة مثلها بالفي أم إيز، وحبينا هذا اللوك أنا وياك. أنا حسيت اللوك مقلد، يعني هذا اللوك بالتحديد كأنه مكزوز من لوك الفي أم إي اللي رح نرجع نشوفه بالصور اللي بعدها. هلا أعطيني رأيك قبل ما أنا أحكي. هلا هو ما بعرف، يمكن لانه اسود وهيك مع الجولد مش عاطي انه عاطل كثير يعني، بس هلا بس تشوف الصوره عن بعيد بتلاحظي انه السيران ايه مش ظابطه، مش ظابط، المفروض يكون اضيق على ما في فورم يعني. ايه لا المفروض يكون اضيق على ركاب، شكل الجسم غلط فيه، الاكسسوار حسيته كثير كاجوال نسبة للوك، كثير المفروض كثير رسمي وبالنهاية يعني مثل كأنه مكزوز بس بالطريقة الغلط. غلط. رح ننتقل على الصورة اللي بعدها لنشوف اللوك الأساسي اللي كان معمول بالفي أم إيز، اللي بتحسوه هيك مثل كأنه مستوحى منه، ويا ريت انترك مثل ما هو لأنه اللوك الأساسي عادي شيب للجسم، يعني مبين كيف شكل الجسم مضبوط فيه الخصر، الستريت كوت من تحت بتبين الجسم انحف، حتى الكاب معموله بطريقه اضبط. وفي كثير من الاطلالات زينه بهذا المهرجان بالتحديد بتلاحظ انه مستوحيه من لوكس من الفيت كاربت، وفي هيدي الخصله ليتلي انه ناخذ صوره ونقرر انه نعمل مثلها. انا بفضل هول الاشخاص اللي عم يشتغلوا معهم اللي هن ديزاينرز، عن جد الاغلبيه منهم كثير شاطرين، يضلهم على التصاميم اللي هن عاملينه، انه ما ياخذوا لهم هالصور ويقولوا لهم اعملوا لي مثل هيدا التصميم، لانه من ناحيه ما عم بيزبط بس ينكز، ومن ناحيه ثانيه ما عم بيعطوا مجال للمصمم انه يقدر يلبس السليبرتي البيس اللي هو على باله انه يلبسه اياها. بعدين انت ما بتقعدي تشوفيهم حلوين لانه بتكوني شايفتيهم، يعني منه شيء جديد، وخاصه انه هن انه فيجرز يعني معروفين، مش عم نحكي اليوم عن شخص عادي على باله يلبس فستان يمكن مثل انه مستوحى من مصمم ثاني او من ريد كاربت او من شيء، بس انه هول المشاهير
ما وخاصة بعصر السوشيال ميديا يعني عم نكون شفنا الفستان قبل. يعني في ايفنت ماضي في اثنين من فساتين زهير مراد مكزوزة زينة مثل ما هي، يعني اول شيء ما في احترام صار للمصمم اللي تعبان على تصاميمه، وبعدنا بزيت يعني بالبلد بعدنا بالبلاد العربية يعني المصمم عربي والفنانة عربية ولبس اطلالتين لنفس المصمم مكزوزين، يعني هيدا شغلة كتير غلط عم بتصير. هلا يمكن هون بهالمحل كان شوي مستوحى اللوك، وهذا اللوك حبيناه انا وياك، وانا كنت مثلا بلاقي هذا اللوك خرج انه استوحي منه لإيفنت، بس طريقة التطبيق كانت غلط. صح، يعني خاصة إنه هيدا اللوك أصلاً بتحسيه هو لوك عربي. مزبوط. يعني هو لوك بيشبه حضارتنا أكثر من الحضارة الأجنبية، بس يمكن لو انعمل بتويست معين مختلف كان طلع حلو. هي هالكيب درجة كتير هالسنة، بس كان حلو لو كنا اخترنا هيك قماش شوي أرتب بتبين شكل الجسم بطريقة أزبط، كانت نحفتها أكثر وطلعت أحلى عليها. رح ننتقل على الصورة اللي بعدها لنكفي بتاني إطلالة. هون انا حابه اخذ رايك قبل ما انا احكي، هيدي القماشه زينه الميتاليك اللميعه اللي كتير دارجه السنه عم تستعمل بطرق كارثيه، يعني ما بعرف شو عم بيصير، عم نشوفها كتير بالسوق ونزلت هالرولويات بمحلات القماش وصار كل شخص عم بيعمل قطع منها من دون ما يدرس كيف عم يشتغل فيها. هي أدق قماشة يعني قماشة بتلالي فيها لمعية فيها مثل حبوب هيك لميعة كلها شبك لميعة إذا بتكون في منها من كل الألوان. هون عم نشوف اللوك الكامل قبل ما نبلش نحكي بأنه البطانة كلها مبينة. بدي أخذ رأيك باللوك كلوك. لا مش يعني حسيتك حابة تعلم. لا لأنه يعني أبدا ما أنه حلو أبدا، حتى منطقة يعني كل الما بس منطقة بتخيل الصدر هي أبشع شيء. يعني كيف هي بطلنا هون بال إذا حلو أو منه حلو. إيه صار بطل مليم للإيفنت، يعني صار غلط إنه لبس هيك قطعة على ريد كاربت. يعني بعد بفتكر إنه هذا اللوك ما في لزوم نعلق عليه أكثر من هيك، لأنه البطانة مبينة، القماشة مشغولة بطريقة الغلط، وحرام هي جسمها حلو والألوان يعني حتى كله يعني منه لوك حلو يعني. إيه واللون هيك عاطي على أخضر فاتح، مش ظابط على لون الكاميرا مع البطانة البيج. رح ننقل على الصورة اللي بعدها لإلهام شاهين. إلهام شاهين آخر مرة شفناها بالميوراكس كانت هيك بإطلالة مرتبة باللون الأسود، كانت لبقتلها كتير وكانت مبينة كتير حلوة فيها. هون عم نشوفها بلوك بتحس إنه كل قطعة منها مأخوذة من محل، يعني كأنه البليزر من محل، التنورة من محل، وهيك مركبين كلهم على بعضهم. هي شخص كتير محبوب وأنا قليل لحب هيك انتقدها، هي بالتحديد قد ما بحبها، يعني هي شخص عن جد بحبها كتير. ووقت أقطع الميراكس قلت أنه في شخصيات ما بحب انتقدها بالموضة لأنه بحسها هي هيك أتقل. صح. من أنه تعلق عليها بقصص معينة، بس بلاقي أنه يا ريت نقيت شيء هيك سيمبل أكتر، يعني ما يكون كتير هالقد أخذ عجقة على العين، لأنه بتحس إنه في كتير قصص مع بعضها، يعني الكلاتش هيك على باج كتير عجق مع اللوك، اللون الفضي الغامق ما إنه حلو، في أحمر هيك مورد داخل بالبليزر، في كتير أشياء عم بتصير مع بعضها بذات الوقت ما إنه كتير ملائم كان مع بعضه. صحيح. رح ننتقل على اللوك اللي بعده اللي رح نشوف فيه نالي كريم بفستان فلور درابي. رأيك زينة؟ لك هلا انا ماني كثير قاشعه هون منيح الديتيل تبع الفستان، بس انه بيشبه شوي فستان دانييلا. لا ككوب اكيد بعيد، يعني دانييلا كثير احلى كان فستانه مخصور. ايه هلا من تحت لا ابدا منه حلو، ما بعرف، ودرابي مش ضابط. يعني هلا انا بلاقي انه الفلور هو من القماشات اللي انا ما بحبها شخصيا على درابي، لانه الشانجون اللي فيه بمحلات معينه بينصح الشخص وبيعطي الوان مختلفه. هلا الفستان ما فينا ننكر انه مرتب عليها ولبق له، وانا الشغله الوحيده اللي ما حبيتها باللوك هو شعراتها بالتحديد، يعني حسيت انه الشعر كتير ما نظابط مع هذا اللوك، كتير فينتج ستايل هي شو لابسة. ونفس الغلطة اللي شفناها قبل انه التنورة من تحت واسعة ما ضيقة على الركاب كرمال تعطي شيء حلو للجسم. يعني يمكن بخافوا شانتال، بفكروا انه اذا ضيقنا
ببين يمكن اذا الشخص على باله يخبي اشياء بالجسم، بس هو بالعكس هو بالقلب، هو مفروض نرسم شكل الجسم. صحيح، مفروض نرسم شكل الجسم، خاصه انه هي بيانه اعرض من ما هي، هي يعني طالع خصره ضعيف وفجاه من الخصر ونزول بتلاحظي فيه واسعه، وبيخلص الدرابي بطريقه منا حلوه، يعني الكورسيه في درابي مرتب وبعدين من تحت بتلاقي كانه خلص ما بقى في شيء، يعني مش متكامل الفستان بطريقه انه يضل عاطي هذا الشيب الحلو الموجود على الصدر. اكيد الشعر منه ملايم ابدا للوك، وانا هيك تسريحه بحس ما بتزبط يعني على كوتير، يعني يمكن تكون خرج فوتوشوت خرج لوك معين، بس مش خرج ينعمل على ريد كاربت. شوي عم نروح على اشياء سمبل اكثر بالشعر من انه يكون هالقد مصفصف. ايه طريقه التنسيق كانت هيك شوي عجقه مع بعضها. رح ننتقل على الصورة اللي بعدها اللي عم نشوف فيها إطلالة كتير مرتبة وكتير كلاسي لرشا بفستان لفؤاد سركيس. الدرابي كتير مرتب زينة، وبتلاحظ انه مثلا بس شفنا الشيب هيك مخصور على الركاب انه اللوك كتير مرتب، يعني بتلاقي انه ملايم جسمه، مبين شكل جسمه حلو، الاوف شولدر اللي بقلا، الكاب من ورا حلوه. اكيد الشعر كان فيه يكون اجمل بكتير، بس هي من افضل الاطلالات اللي انا شفتها بالمهرجان. سمبل يعني، ايه ومرتب، يعني ما بتقدري تقولي انه في شيء غلط بطريقه الخياطه او تنسيق، وليك شكل جسمه شو طالع حلو وقت ضيقنا على منطقه الركب. رح ننقل على الصوره اللي بعدها. هون صار في كتير تناقض على هيدا اللوك. اول شيء هيدا اللوك ما فينا ننكر انه فيه ستايل اجنبي، وهي لها بالتحديد بالبقله لانها ضعيفه وعندها هيدا التيب. الشعر انا حبيته لانه اتس فيري ستايلش، الكورستري كتير حلوه، بس ما بعرف قد ايه واضح عليك زينة خياطه التنوره كانت مبين الفينيساج تبع التنوره من فوق منا مرتبه ابدا، مبين كبس عليها يعني ضيقه عليها، وهيدي الكت اوت ما لها طعمه كان، يعني متلاحظة انه بمحلات بالصور ما كانت حلوة. ايه هيدا الكوت اوت انا بحب الكوت اوتس كثير واللي بقلها لجسمه، بس كان كابس عليها وكان الفينيساج مبين بالصور، يعني ما بعرف قد ايه واضح على الشاشة هيدا الشيء، بس في كثير اشخاص انتقدت الميك اب والشعر والستايل اللي عملته، انا شخصيا كثير حبيته وكثير لقيتها ستيلي، يعني كثير حبيت كيف هيك عامل اللوك، الا بس هيدا التفصيل الصغير يلي كان موجود بالفينيشينج وبالكوت اوت اللي على التنوره. حبيت اللوك. ايه حلو، يعني بتطلعي فيه لاول وهله بتلاقي حلو، اذا ما دققتي انا ما مبين علي لانه الخياطه، بس تطلعي بتلاقي انه لا لوك كثير حلو، والغره كيف نازله انه كثير ستايل. حتى المجوهرات يعني شيب الكورستري كثير حلوه. ننقل على الصورة اللي بعدها اللي عم نشوف فيها من أكثر الفساتين اللي لقيت فيها أغلاط بذات الوقت. أول شيء بنبدأ بالقماشة، ثاني شيء بنبدأ ثاني شيء القصة اللي على الكم اللي منا مفهومة، يعني إذا هي فيكتوريان سليف ولا فوليوم ولا كسرات أو درابي، يعني كان في كتير أشياء مع بعضها صايرة إذا لاحظت زينة، والسيران كان كتير قوي على هيدا القماش وعلى الفستان المعمول، يعني تجاه في هيك حركة كتير كبيرة على الإيد، ما كان في لزوم لهالعجقة بالسيران من تحت. من تحت صح، يعني بتحسه كله على بعضه منه راكب، وأنا هالقماشة بالتحديد ما بلاقي إنه بتزبط على ولا فستان وعلى الكاميرا بتعطي هيك شوي بتقلل من قيمتها، يعني ما بتبين مظبوطة. صح، وهون بتلاحظ انه كتير زيادة عن زوم كبرين الكم، يعني يمكن الفكرة كانت لو بطريقة منفذة بطريقة صح مقبولة، بس هون بتلاحظ انه هالكبر ما معقول يلبق لحدا ولا حتى بإيفنت ارتستيك، يعني بيزبط هيدا الستايل من الكم. انا لقيته كتير اوفر، يعني كتير حجمه كبير، كان المفروض يكون اصغر انعم، قماشة مختلفة، وفينا نضل على نفس الفكرة كان لبق له. حلو، يعني رح نضطر نختم شانتال، بعرف انه بعد في صور بركي بنكفيهم نكملهم الاسبوع المقبل، انا على رد بشوفك. أكيد. انا شكرا لك شانتال ازي.